النهارده هنعمل مع بعض كفتة داوود باشا لايت، واكله كله لايت. يا رب الفيديو يعجبكم. ده انا قلت اعمل لكم اكله لايت كده، انا هعملها ليا كفته داوود باشا اللي هي بالصلصه ومعاها رز. طبعا الاكله هيبقى لايت ما فيهوش اي حاجه، فانا حبيت اوريكم. اول حاجه دي لحمه مفرومه، ودي بصله مبشوره، وده صويا. ده بتجيبيه من العطار وبتبوشيه في حبه ميه صغيرين، تمام، وبتعصريه كده من الميه وبتحطيه على اللحم. هنخلط كل ده مع بعض، تمام، وهكوره صغير واشوحه في الطاسه كده، وهنزل عليه بالصلصه. فتابعوني وهوريكم ازاي. بعد ما كورتها وتبلتها، طبعا ملح وفلفل البهارات اللي انت عايزاها، ده ربع كيلو لحمه. بصي يا بنات عامل كميه قد ايه حلوه، يعني لو انت لوحدك تكفيكي 3 ايام او يومين يعني، تمام. وكنت عايزه اوريكم برضه شكل الصويا. ده شكل الصويا بنات، للي ما تعرفوش يعني، ده شكل الصويا. انت هتروحي للعطار تقولي له انا عايزه صويا بتاعت البرجر وكده، بس وتدوسيها في حبه ميه وتحطيها على الكفته زي ما انتوا شايفين. شايفين شكل الكفته لونها بقى حلو ازاي لما يبقى لونها كده ذهبي. هنحط عليها الصلصه وهوريكم شكلها هيبقى عامل ازاي. هنزل كده بقى بالصلصه، تمام، اديها تقليبه كده. احط طبعا البهارات اللي انا عايزاها، واحط معلقه صلصه بوري. انا بستخدم صلصه هارفست، بحبها جدا وطعمها حلو جدا. هحط معلقه عليها وملح وفلفل وحبه كزبره ناشفين، بس كده. وتسيبيها بقى تستوي. يبقى كده احنا عملنا ايه؟ كفته داوود باشا هتبقى حلوه جدا ولايت وما فيهاش اي حاجه. كل الكميه دي معموله بمعلقه زيت واحده بس في الطاسه عشان اشوح بيها الكفته. لو تقدري كمان تقليلي كمان يا ريت يعني، بس كده. فهوريكم بقى لما تخلص شكلها عامل ازاي. ودلوقتي هعمل معاكم الرز المسلوق، وهناخد منه 5 معالق هناكلوها مع الكفته، تمام. الرز المسلوق دي ميه اهي، مقدار 2 كوباية ميه وعليهم ملح، وهنحط عليهم 1 كوباية رز، تمام، وهنقلبوها بس كده، وهنغطوه وشوفيه لو عايز ملح او حاجه، وبس زي الرز العادي التقليدي. طبعا انا كوبايه الرز دي كلها مش هاكلها يعني، انا عامله ليا والجوز يعني، تمام. هو طبعا الرز ده بسمتي فبينفش كتير، فهو ده بس طريقه عمل الرز المسلوق. ميه 2 كوباية ميه عليهم حبه ملح. عايز تحط فلفل اسود دلوقتي؟ حط، انا بحطه في الاخر بصراحه، وبس كده. وهتنزلي عليه بكوبايه الرز المصري او البسمتي، اي نوع رز ده عندك يعني. فلما بيخلص خالص بتاخدي 6 معالق منه، وهوريكم شكل الطبق لما يخلص في الاخر. القهوه المعتبره دي بقى هشربها كده على بال ما الاكل يخلص، وعادي تشربي قبل الاكل على طول مفيش اي مشكله. دي كوبايه قهوه عملتها بمعلقه سكر واحده. تحبيها ساده بتحبيها كده، هو يعني اخرنا معلقه سكر واحده. هشربها طبعا على بال ما الاكل يخلص واحضر الاكل وكده، وهبقى اوريكم بقى الاكل في الاخر. ايه بعد ما خلصت اكل داوود باشا اللايت، الكفته اهي. وانا بصراحه ماليش في السلطه قوي، ما اكذبش عليكم، انا ما بحبش الخضار اللي هو متقلب مع بعض، بحب الطماطم لوحدها والخيار لوحده، فانا بحب الخيار يعني. فقطعت خيار، ودول 6 معالق رز طبعا، ما فكوش ده، دول كتير، دول 6 بالظبط، بس انا فرداهم في الطبق. وده كده غدايا النهارده، والاكله حلوه جدا وهتعجبكم وسهله وتغيير برضو. وهحاول ان انا انوع لكم في الاكل، وهنزل لكم اول باول طرق عمل الاكل ان شاء الله. وتابعوني وان شاء الله نخس مع بعض ونتشجع كده ببعض باذن الله. ونشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.